مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. إليكم العناوين: تعثر إجراء الامتحانات في بعض المؤسسات الجامعية، ووزارة التعليم العالي تعلن العودة إلى المفاوضات مع الطرف النقابي في الأيام القليلة القادمة. رمضان بين الأمس واليوم، عادة تغيرت وأخرى اندثرت، والعائلة التونسية تتشبث بتقاليد ارتبطت بالشهر الكريم. رئيس الجمهورية يشارك في القمتين العربية الطارئة والإسلامية العادية بالمملكة العربية السعودية. أهلا بكم من جديد. في الوقت الذي ما يزال فيه إجراء الامتحانات الجامعية متعثرا في بعض المؤسسات جراء إضراب نقابة الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين إجابة، أكد المدير العام للتعليم العالي عبد المجيد بن عمارة في تصريح خاص به فريق الأخبار العودة إلى المفاوضات في الأيام القليلة القادمة مع الطرف النقابي للعمل على إنجاح السنة الجامعية. كملوا يريفزوا ما يريفزوش وقتاش يبداو حايرين، إن شاء الله تتحل المشكلة. هي من بعض المواقف التي قد تختزل واقع بعض المؤسسات الجامعية في هذه الفترة من الامتحانات. عدينا مش كان برشا تمثيل جماعة الإجابة، يعني البروفيت اللي تابعين الإجابة معناتها ما عداوش، فما بروفيت ما عداو لهمش. الأخوة احنا الحمد لله عديتو ارتحت. احنا كنا نجيو من الأول، معناها فما اللي يجي من بعيد من نابل من كذا، نجيو ما نعرفوش روحنا باش نعديو ولا بعد، ولاو يقولوا لنا ولينا هكا فما عدينا كتمة ما عديناهمش. تعثر إنجاز الامتحانات مرده انقسام في مواقف الأساتذة المنضوين تحت نقابة الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين إجابة، حيث فضل بعضهم تمكين الطالب من إجراء الامتحانات في موعدها، فيما اعتبرها شق آخر الحل الأخير للتفاوض مجددا مع سلطة الإشراف حول مطالبهم. وصلنا 25 امتحان ما تعديوش، دونك لاسيدة مضربينتنا، أما تلزينا على خفة ما حتى طريقة أخرى. بعثنا دعوة رسمية ونحبوا الاتفاق يتفعل، مانيش فاهمة شنو قاعدة معناتها توا، هو عنده هو الحل، عنده هو يطبق اتفاق 7 جوان، وإحنا نكونوا حاضرين في الموعد. واحد بينه وبين روحه معناها هذوك مشاكلنا اليومية، وهما يدافعوا على مشاكل نتاع الأساتذة. يتبقى اغلب الزملاء مش مقتنعين بالتمشي، تمشي يعني الامتحانات ما تسيرش اتسيترا، مش مقتنعين وكذا، فاهمينها وحاسين بالامباكت نتاعها. الامباكت راهو اليوم عندنا دي ستوديون اللي هما يسكنوا بعاد، اللي هما ما ينجموش يكريو، ما ينجموش باش يرجعوا في الفوايي، عندي فما دي كونكور ماهمش باش ينجموا يشاركوا فيهم. في المقابله كدا مدير التعليم العالي عبد المجيد عماره في تصريح خاص به فريق الاخبار العودة إلى التفاوض في غضون أيام قليلة مع طرف النقابي لإنقاذ السنة الجامعية، مستبعدا سنة جامعية بيضاء. كل الطلبة والزملاء والعائلة التونسية أنه بقدرة ربي لا مجال لسنة بيضاء. الوزارة ستبذل كل الجهود وأساسها الحوار. ندعو نقابة إجابة في غضون الأيام القادمة القليلة لجلسات تفاوضية لحل الأشكال، ونعتبر أن حل المشكل يمر حتما عبر الحوار. ووفق بن عمارة فإن تعطل إجراء الامتحانات طال ما يقارب ثلث المؤسسات الجامعية. وفي مجلس نواب الشعب تم إرجاء النظر في مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي والخاص بالانتخابات والاستفتاء. غاب التوافق عن مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع القانون الأساسي والخاص بالانتخابات والاستفتاء، فبين إمكانية التعديل وسحب مقترحات التعديل تماهت الصورة، خصوصا في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. من غير الأخلاقي أن يقع تنقيح قانون الانتخابات خلال مدة وجيزة ما قبل الانتخابات. الناس تتلاعب بالقانون، قال شنو ما عنديش حزب، أما ناخذ في التمويلات ونفرق في الأقفاف ونفرق ونعمل في العشوات والإعانات باش نجيب العبادة تصوت. هذه الديمقراطية اللي تحبوا عليها. هذا قانوني وغير أخلاقي وأخلاقي. يا أخي اليوم ولا عندنا مجلس ومجلس موازي سيد رئيس، اليوم الناس تحكي على مقترحات تعديل ما شفناهاش. أنا مع الاستجابة لطلب زميلي مرسو بن أحمد في مزيد تأجيل النظر في هذا المشروع لاستكمال التوافقات. تأخير وتأجيل، لا سحب المشروع هذا كليا وخليه للمجلس النواب اللي يجي المرة الجاية وخليه ينظر فيه. إضافة إلى تغيير الوزير المكلف بالعلاقة بين المجلس والحكومة والمكلف بقانون الانتخابات إياد الدهماني عن حضور الجلسة العامة. ماهوش موجود لهنا، وإحنا في جدول الأعمال سنتداول في هذا القانون، هذا خلل
يمكن حتى بطلين الجلسة. وقد تم إرجاء النظر في مقترحات تعديل مشروع القانون الأساسي والخاص بالانتخابات والاستفتاء بطلب من العديد من النواب، إضافة إلى غياب الشروط الموضوعية للبت فيه. أكد النواب المستقلون من الكتلة النيابية للجبهة الشعبية خلال ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب أن المشكل الأساسي في الجبهة يكمن في القيادة المركزية ومجلس الأمناء وسوء التسيير، وعبروا عن استعدادهم للحوار مع بقية مكونات الجبهة. هي أزمة واقعية وتنظيمية داخل الجبهة الشعبية. المعضلة ليست في الخلاف حول مرشح الجبهة للانتخابات الرئاسية المقبلة الذي تمت تسويته، بل هو خلاف أعمق من ذلك. وفق النواب التسعة المستقلين من الكتلة النيابية للجبهة الشعبية، فالمشكل الحقيقي وفق قولهم يكمن في القيادة المركزية ومجلس الأمناء وسوء التسيير واتخاذ القرار. الخلاف الحقيقي هو في محاولة استيلاء حقيقية على عنوان الجبهة الشعبية، والتخلي على جزء هام من مكوناتها السياسية، والتخلي على كتلتها النيابية. كانت خطوة اضطرارية حقيقة، خطوة ما كانش من الممكن تجاوزها وتلافيها لدق ناقوس الخطر الأخير. وخلال الندوة الصحفية قال النائب أيمن العلوي إن الخلاف والتصدع داخل الجبهة الشعبية انعكس على منخرطيها الذين باتوا في حالة خوف حقيقي على مستقبل هذا الائتلاف السياسي. يجد هذا المشروع نفسه إزاء مجموعة صغيرة متكونة من شخصين تحديدا يريدون مصادرة الجبهة الشعبية والاستيلاء على هذا العنوان لمصالح ضيقة وشخصية للعبث بهذا المشروع الكبير. قدرناها خطوة ناجعة نحو إيجاد حل حقيقي لوحدة الجبهة الشعبية وللتقدم بها. مسؤوليتهم كبيرة كمناضلين للضغط على المجموعة اللي بقات في مجلس الأمناء اللي تحب تفرق ما تبقى من الجبهة الشعبية، ولازم نكون اليد في اليد. وفي حال قبول الاستقالة التسعة تفقد الجبهة الشعبية الائتلاف السياسي الذي يضم يساريين وقوميين ومستقلين كتلتها البرلمانية. خلال جلسة استماع صلب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية حول المساواة في الميراث، قال وزير العدل كريم الجاموسي إن المشروع لا يتعارض مع النصوص القانونية والمنظومة التشريعية في تونس ولا حتى مع الدستور، وأن المبادرة لا تحتاج إلى عرضها على الاستفتاء، مضيفا أن كل ما يتعلق بتعارض المشروع مع آيات قرآنية هو من اختصاص الجهات المعنية بذلك ومنها مفتي الجمهورية ووزير الشؤون الدينية. رمضان بين الأمس واليوم، كيف يرى التونسي عاداتنا وتقاليدنا خلال هذا الشهر الكريم؟ هل ما زالت حاضرة أم أنها اندثرت؟ كاميرا الأخبار تابعت الموضوع. أنهج الحي، حركيتها وضجيجها، بيت العائلة، الطاولة الممتدة، تدافع الإخوة، شغب أبناء الجيران، رائحة الأكلات التقليدية، صوت المدفع، أطباق حلويات العيد، طابور المخبزة، رقم واسم وانتظار، وغيرها من تفاصيل رمضان الأمس بكل ما فيه من عادات ما زال بعضها عالقا في ذهن من عاشها. يا حسرة على رمضان قبل، محلونة كنت العبد السويني وتخرج السويني الكوسة والكواس عنده صنيع يجيو يهزوا، وغريبة وبقلي وليت كل قدير على قدره. محلو في الدار الغريبة الحمص البقلاوة، بقلاوة في راس الجبل اللي عملوها اللوز بقشرته، محليها يحمروه ويعملوه ويرحيوه، برج البقلاوة في البلاد. المونة متاع العام احنا نعم. شو جاوب كان هنا تلال حلفوين، كانت عز حي كافي شانت وحفلات. كان قبل خير من توا، كيما قبل كيما توا يظهر لي. وكيما رمضان بكري كيما توا. جو متاع قبل الخير، حكاية عبد العزيز العروي فوزير. نتذكر طبقة الحلول نهزوهم على روسنا للكوشة، توا ما عادش تحسوا توا الحلول يمشي شرو حاضر. رمضان سمبل والحاجة كلوف وقبل تصير نهار الجمعة، ومن بعدها طلعت افراح البادية. واللي يحب يعمل كيف العشية بالشاشية حتى مش لابسها يلبسها. لما معناتها العائلية وكل توا تحس ولي العبيد الكل ديكونكتي على العالم الحقيقي نتاعهم بالتليفون نتاعهم. أجواء شهر الصيام وعاداته تختلف بين الأمس واليوم، يقول المؤرخ عبد الستار عمامو. اللي تغير هو بعض عاداتنا، مثلا من العادات اللي بطلت بطبيلة فينو مع المدفع في برشا جهات ما عادش عنده وجود، كان الصف على الكوشة ما
باعتبار أنه يقضوا في ديارهم ويتلموا كلما محلها الأواخر أيامات رمضان اللي بالمردومة واللي بالحنة واللي كذا مش تبدأ في نهار رمضان في منظر ليق. فين المرأة اللي قاعدة على الماكينة تحضر في بنوار بناتها معناها بناور بناتها مش يلبسوه من نهار العيد؟ حق الملح أو حق الهدية هذه نتاع الذويقة شبه اندثرت. عادات اندثرت وأخرى ما زالت تصارع البقاء، يمررها الكبير للصغير حتى تبقى شاهدا على تاريخ عاشه الآباء والأجداد في شهر التوبة والمغفرة والرحمة. قررت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس المنتصبة اليوم حجز قضية الشهيد محمد بالمفتيل النظري في طلب لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي. يذكر أن محمد بالمفتي المناضل بحزب العمال قد توفي مساء 26 من جويلية 2013 خلال مسيرة سلمية في مدينة قفصة تنديدا باغتيال النائب محمد البراهمي التي حصلت يوم 25 من جويلية 2013. وحسب إفادات عدد من شهود العيان بتاريخ الحادثة فإن ضحية توفي في الحال بسبب تلقيه قذيفة أصابته مباشرة في الرأس، من المرجح أنها قنبلة مسيلة للدموع كان أطلقها أحد رجال الأمن المتمركزين على عين المكان. صار خطأ أو سهو في إيداع الملف لدى المحكمة، محكمة التعقيب، وقع إيداعه في المحكمة الابتدائية. نحن وهيئة الدفاع طلبنا التشطيب على الجلسة هذه وإرجاعها لمحكمة التعقيب. احنا اليوم قدمنا للمحكمة ما يفيد بأنه القرار الصادر عند إدارة الاتهام والذي بموجبه تعهدت بهذه القضية هو قرار غير بات ولا يمكنها أن تبت في القضية بموجبه، وحتى النيابة العمومية كانت متفاهمة ما تنجمش تكون خلف هذا لأنه هذا قانون يلزم يتطبق من القواعد الإجرائية يعني البديهية، والمحكمة حجزت القضية أثر الجلسة للنظر في طلب لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي. انتظمت بولاية نابل حلقة نقاش حول واقع السياحة في جهة الوطن القبلي، وقد مثلت مناسبة لطرح المشاكل واقتراح الحلول لتطوير المنتوج السياحي. بلورة رؤية موحدة وجديدة لدفع وتطوير السياحة والصناعة التقليدية عبر استشارة ومشاركة خبراء القطاع تطبيقا لشعار الجهاد هي الحل، نظمت حركة مشروع تونس ندوة بنابل بحثت فيها مشاغل القطاع وإمكانات تطويره. الفكرة متاعنا أنه كل ولاية قادرة أنها تنظم طبعا تفكير حول القضايا اللي تخصها هي، ومقترحاتنا أنه الولايات من ولاية نابل طبعا وأهم شيء هو موضوع السياحة فيها تولي هي زادة تأخذ هي الإجراءات وتأخذ هي المقترحات وتعمل برنامجها وتستفاد من الموارد زادة اللي هي متاحة عندها باش تكون التنمية مربوطة بالجهة وبقدرات الجهة وبثرائها. الخبراء وأصحاب النزل وذوي العلاقة الوطيدة بالقطاع السياحي عمدوا خلال هذا اللقاء إلى تحليل الهنات ونقاط ضعف وقوة السياحة ولتقدم مقترحات لبناء رؤية جديدة. التنمية متاع السياحة ما تنجم تتعمل كان مع الثقافة ومع الصناعات التقليدية اللي الحقيقة ما همش محمويين ياسر، نشوفوا برشا حاجات مقلدة يلزم الشيء هذا يتحسن مش المنتوج السياحي الكل يتحسن. اليوم ما عادش نجم نصوروا سياحة كما عملناها طوال العشرين سنة اللي فاتت، ويلزمنا معاش نجمو من نفالوريز با التراث متاعنا. وزير السياحة والصناعة التقليدية روني ترابلسي ثمن هذا النشاط باعتباره نابع عن خبراء ميدانيين بنابل. المشاكل اللي يحكوا فيهم احنا نعرفوهم، فما حاجات اللي احنا يلزمنا ناخذوا معناها دي ديسيزيون رابيد، وفما حاجات تخدم لون تيرم. لكن شوف انا نقول اللي في السياحه اذا فما موفمون نتاع السواح في الجهه راهو ينجم يحل برشا مشاكل، منها المشاكل اليد العامله، مشاكل النزول اللي هي مازالت ما تحلتش. وسيعمد المشاركون خلال هذه الندوة على بلورة رؤية متكاملة عبر توصيات تقدم إلى المعنيين بشأن السياحي تقطع مع مناهج العمل الكلاسيكية القديمة. بدعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يشارك رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي الذي حل اليوم بالمملكة العربية السعودية في أشغال القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية العادية اللتين تنعقدان تباعا اليوم وغدا بمكة المكرمة. ومن المنتظر أن تبحث القمة العربية الطارئة المستجدات السياسية والأمنية الأخيرة في المنطقة.
حل رئيس الجمهورية البلجيكي قيد السبسي بالمملكة العربية السعودية، حيث يشارك في أشغال القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية العادية 14 المنعقدتين تباعا اليوم وغدا بمكة المكرمة. وسيبحث رئيس الجمهورية والقادة العرب في القمة الطارئة المستجدات السياسية والأمنية الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. أما القمة الإسلامية التي تنعقد تحت شعار قمة مكة يدا بيد نحو المستقبل، فستعمل على بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي بحضور قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وتنعقد القمتان العربية والإسلامية في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة العربية، سيما الوضع في ليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة الأمريكية الإيرانية التي ستكون المواقف منها مضمنة في البيانين الختاميين للقمتين. مشاركة رئيس الجمهورية البلجي قيد السبسي في القمة الإسلامية سبقتها مشاركة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي أمس الأربعاء في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة 14 للقمة. وأجرى الجهناوي وفق بلاغ للوزارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية المشاركة في الاجتماع، تطرقت بالإضافة إلى علاقات التعاون الثنائي المسائل المطروحة على جدول أعمال القمة الإسلامية وسبل تفعيل العمل الإسلامي المشترك ومزيد تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات الماثلة. في أخبار رياضة، ينهي الترجي الرياضي مساء اليوم تحضيراته لملاقاة ضيفه الوداد البيضاوي المغربي غدا بداية من 10 ليلا في إياب نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية. ممثل كرة القدم التونسية الساعي للحفاظ على لقبه يجري مساء اليوم آخر حصصه التدريبية وسط تركيز على استغلال التعادل الإيجابي بهدف لمثله في لقاء الذهاب بالرباط من أجل حسم المواجهة لصالحه والوصول إلى تتويجه الرابع في المسابقة. عقد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم آلان جيريس ظهر اليوم ندوة صحفية تحدث خلالها عن برنامج تحضيرات المنتخب الوطني لخوض غمار كأس أمم إفريقيا بمصر، إذا ستستهل العناصر الوطنية تربص الأول بعد غد السبت بمشاركة 21 لاعبا محترفا. وأوضح مدرب المنتخب الوطني أنه لن يكشف عن قائمة اللاعبين المحليين قبل 7 من جوان المقبل. يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض 3 مباريات ودية ستجمعه بالعراق وكرواتيا وبوروندي. لدينا 14 لاعبا فقط متاحين لبدء التربص، لذلك قمنا بدعوة 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي لتعزيز صفوفنا كي نتمكن من إجراء المباراة الودية الأولى أمام العراق والتي ستكتمل على إثرها الصفوف، ونأمل ألا تعترضنا مشاكل أخرى. دارت اليوم مباريات الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن نزول مستقبل جابس رسميا للرابطة الثانية واقتراب نادي حمام لنف من ضمان البقاء، في حين توقف لقاء الملعب التونسي والنجم الساحلي في دقيقته 40. بهزيمته أمام نادي صفاقس يكون مستقبل جابس قد غادر رسميا مصاف النخبة، فالفريق اكتفى بحصد 18 نقطة من 25 مباراة وتلقى 15 خسارة آخرها اليوم في لقاء كان بطله فراس شوار بافتتاح التسجيل لنادي صفاقس قبل أن يضاعف زميله حبيب الوسلات النتيجة ليعود شوار ويختتم الثلاثية مساهما في بقاء فريقه ثالثا للترتيب على بعد نقطتين من النجم الساحلي صاحب المركز الثاني والذي توقفت مباراته أمام مضيفه الملعب التونسي في الدقيقة 40 في وقت كان النجم يتقدم خلاله بهدف دون مقابل، وذلك بسبب إلقاء جماهير الملعب التونسي للحجارة. وبملعب جابس ظهرت قمة تفادي النزول بين الملعب الجابسي ونادي حمام الأنف وأسفرت عن تعادل بهدف لهدف، إذ تقدم أصحاب الضيافة بهدف لمجد عامر من ضربة جزاء، فيما أدرك كوكبوت تعادل في الدقيقة 80 لفائدة نادي الضاحية الجنوبية الذي حافظ على مركزه 12 متقدما بنقطتين على الملعب الجابسي المطالب بالفوز على الاتحاد المنستيري في الجولة الختامية وانتظار عثرة لنادي حمام الأنف أمام الملعب التونسي. وفي باقي المباريات تغلب النادي الإفريقي على شبيبة القيروان بهدف دون رد، وتعادل اتحاد تطاوين بهدف لمثله مع الاتحاد المنستيري، وبنفس النتيجة تعادل النادي البنزرتي مع ضيفه النجم المتلوي. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تعثر إجراء الامتحانات في بعض المؤسسات الجامعية، وزارة التعليم العالي تعلن العودة إلى المفاوضات مع الطرف النقابي في الأيام القليلة القادمة.
رمضان بين الأمس واليوم، عادة تغيرت وأخرى اندثرت، والعائلة التونسية تتشبث بتقاليد ارتبطت بالشهر الكريم. رئيس الجمهورية يشارك في القمتين العربية الطارئة والإسلامية العادية بالمملكة العربية السعودية. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكراً على متابعة الاهتمام. إلى اللقاء وشهي طيباً.